ديال العجل. السم ديال العجل. العجل الكحل هذا اللحم ديالو سوبر وحلو وزين. مرحبا بالمشاهدين الكرام. عندنا الخيرات تربي كاينه واللي خصها تكون مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ديال عنقراد العجل. عنقراد العجل. شوف هذا اش كيقول مولاي رشيد جاوبو. صلاة على النبي. شحال وصل الثمن يا محمد؟ 95 على الصباح. 95 درهم. 95 الطريف ديال السوق الاسبوعي اكولا. 5 كيلو 100 درهم. شوف اللهم بارك. هذاك اسيدي العنقرة. العنقرة. هادو. طرفات العنقرة. العنقرة. هنايا هذه القطنة. هذه كلها غير القطنة. هذه كلها قطنة مفصلة. هذا مليان. بلاتي 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 هذه قطنة كلها قطنة مفصلة. مفصلة. حتى هذه هنايا. هذا طريفات الكتف. هذا طريف هذا؟ هذو ضلوع. هذا طريف الكتف. هي هذو ضلوع. هذو ضلوع. ليكوت. ليكوت. اللي كيريقلوا الكسكسو وحتى في الكسكس خدامين. هذا الملج. هذا الملج. الملج هذه ضلعه. الملج هذا الملج. هذا الملج هذه ضلعه. هذه ضلعه. هذه ضلعه. بداو القلب ديال العجل. ديال العجل. 130 درهم. هذه شحال هنايا؟ 130. 130 درهم. وهنا كوتليف. كوتليف. شحال؟ 120. 120 درهم. وندوزو لهنا. ندوزو لهنا. احلى عوينتك على الشق الغنمي. الغنمي. غنمي سنان. الغنمي ديال الحليب. ديال الحليب. مو الغنمي. مو شحال وصل؟ وصل سيدي 120 درهم. 120 درهم 120. 120. مونكري. وباش كيطيح؟ هذا لو شوفو. عنزي. لو شوفو. عنزي. عنزي. شحال وصل هذاك؟ 120. 120 120 درهم. مال هادي يا سيدي شحال وصل لك الثمن ديال الكفته اليوم؟ الكفته هادي 110 درهم ناقصه من اللي دار 110 درهم. ايه نعم 110 درهم. ها الدويره صافي نشكر. اش قالوا يا سيدي؟ فين هو فين قطع؟ هادي هادي يا سيدي الكفته عاديه فيها الصلاه فيها المعدنوس فيها سيدي التبيزيره فيها 100 درهم. 100 درهم. هذه في الماكله احسن من العادي. احسن من كي داير الثمن تكسيبه عمي عبد الوهاب؟ الثمن تكسيبه سيدي بالثمن. الله يجعل اللطف. الثمن كاين الثمن وغي زايد نهار على نهار. شحال الزياده تقريبا في العجل دابا تقريبا؟ هو العجل راه زايده فيها حتى ل 5000 درهم. ما بقاش الفلوس ساويه كاع. العجل الثمن المليح تيتخاطفوا عليه الجزاره. اللي تعطلوا ما يديش المليح. وشحال طيح دابا اللحم كيطيح؟ اللحم اسيدي تيطيح دابا ب 95 لقدام، تنهضروا على الكاليتي. وكاليتي. وعلى السلعه زوينه على الكفته رحمة الله. الله يرحم الوالدين. نعم اسيدي. شتيني هذاك اللسان ديال العجل. ولا صبقتيه؟ ها انتم المليح تبارك الله. 70 درهم. 70 درهم الكيلو. 70 درهم. خلاص العجل صغير. الراس ديالو هنايا الدوار البقري 25 درهم الكيلو 25 درهم هذه هي 25 درهم الكيلو الدوار البقري الدوارة شحال الدوارة 25 درهم 25 درهم وهاد اللحم هنايا اللحم ديال راسه بلا عظم بلا عظم بلا عظم 60 درهم 60 درهم ديك الديالة شحال الكيلو؟ الديالة هي 65 درهم 65 درهم كريعنات 90 درهم 90 درهم الكريعين شحال الانسان؟ 12 لا في المحل ديال السي عادل. ها
شحال وصل الثمن اخويا علي؟ 95 درهم اليوم. 95 درهم اليوم الثمن ديال البقري. ثمن السوق اليوم ديال السوق اقول لك كاين 95 طاريف 95 درهم. هاد الطروف هنايا قوتنا قوتنا مليحه اللهم بارك. ها انتم هذه قوتنا هذه قوتنا بالفيري وهذه قوتنا بالفيري هنايا حتى هي قوتنا بالفيري وهنايا خلاص هذه براد الكفته هذيك لا براد الكفته براد الكفته وهذه الكفته كلاوي بغا كلاوي كلاوي غير هذا الكتيف وانا صغير كاين السوق ديال الكسيبه خويا عادي غالي هاد الساعه اليوم غالي كاع فايت القياس لا اليوم لا البارح لا البارح خلاص راه انت درتي وشتي اش كاين كاين الثمن كاين الاقبال على مازال ما كاينش داك الاقبال اللحم غالي اش غادي شنو الاقبال غادي يكون واحد احسن العوام اللحم تقريبا 2000 اش غادي يدير غالي لازم قصحه شنو الحل؟ عند الله شنو ما الحلق شو يجي من عند الله ما عند عبد الله ما كاين النداء ديالك شنو هو؟ ما نعرف غير ما نقولوش من حل من حل عندنا ما لقيناش الحل الله يدير الخير اخويا الناس غادي يسمعك الله يدير الخير الناس ناعسة مسؤولين ناعسة دوي نعسوا الله يدير الخير تبارك الله سي محمد كيدير سي محمد؟ شو العذاب اخويا شتي خالد اخويا العذاب؟ هذه مع ثلاثة الصباح ثلاثة الصباح هنا فايق خيرات خيرات تبارك الله اخويا تجي الصوب خيرات تبارك الله راه مدونا ديك الكفة انت محمد راه مدونا ديك الكفة محمد واش جيب الناس مليح وتجيب لهم الكاليتي هذاك دوزيام شوا دوزيام شوا الغنم شحال وصل دوزيام شوا؟ 80 درهم وهنايا؟ هذا وصل للحليب وصل للحليب 120 درهم عنزي اخويا هاو وهنايا 120 درهم باش طيح باش كنبيعو ها كي داير الثمن ديال الكسيبه خالد الثمن ما تهضرش على الثمن كاع الدوار الجديد هذه اللي دوار جديد الثمن اخويا خالد ما تهضرش على الثمن اخويا الثمن وصل لبلافو كاع بلافو دابا الانسان الا غفل يطيح في القلده هذه الخير ما كنتيش حريفي هذه الخير انت الا ما كنتيش حريفي ما دخلي خطيه الله يدير الخير اخويا الله يدير الخير اجي خويا خالي الله يصوبها الله يصوب هذه الحاله هذه الله يكون بالعوال في المسكين هيا ديال المسكين المسكين حتى كيبقى منها غير المسكين هو اللي عنده الفلوس راه ياكل الحبات باش الله ياكلو هذه اللي وصلتك عليها البارح ديال الجديد البارح وصلت هذا سي عبد العالي اشترى هذاك الجديد قلت له تخلي لي الدواره ديالك سير اخويا سيد الحليب كاين الثمن في السوق اخويا عبد العالي خويا كاين الثمن ثمن خيالي شحال باش حسبتي لي ديك الدواره دابا اخي الدواره ديال 150 امام العموم 150 درهم ما فيهاش يلا اعطيني هذاك الدواره اخويا 150 درهم دواره فيها كوليسيونس فيها كل شيء 150 درهم قطعي ذاك الراس اللي يتوب عليك ديال الغنمي الغنمي عارف هاديك واحد الخوخره هو الداخل شحال داير اخويا هذاك 40 درهم بارك 40 درهم مرحبا حاولي ماشي حلو قلتي الثمن ديال الريوسه 40 درهم بالمخ كلشي ديال كومبلي معلم السلام عليكم اليوم شفتك داير الغنمي اليوم هذا الغنمي هذا الغنمي الغنمي مليح هنايا هذاك الغنمي هذا العنزي مليح هذا الطرف ديال اش هذا؟ هذا الطرف ديال العنقرة والكتف العنقرة والكتف هنا لا ها الغنمي يا عمي هنا هذاك غنمي هذا هذا الباص هذا شنو كيقول له؟ كتف كتف هنايا كتف كتف هنايا كتف صدر صدر كيف داير الثمن ديال الغنمي اليوم؟ غنمي 2600 2600 2600 وفيناه هو وفيناه هو ودي الشريف كيف داير سوق الكسيبة؟ سوق الكسيبة راه غادي مع الوقت مزيان كاين شي ثمن ولا ضروري الثمن راه ما كاين هو الثمن مقارنه بالعيد ها الثمن مقارنه بالعيد زاد على العيد كاع ياه فات العيد هذا الثمن ما عمرو ينزل عمي كاع صافي دابا ركبوا الفيكس
الله يدير الخير اخويا. امين. الله يكرم عليا الشرفه بخير. اللهم بارك لها. خلص الثمن اليوم. القضيه ولات حامضه. شحال؟ 95 دابا واصل عندنا هنايا. بريفيكسيو اكوري. افيكس 95 درهم، ما عمرو كان في التاريخ كاع. كتبينا ولات خيالي الغنمي 2600. شحال الغنمي داير؟ 2600 الغنمي. الغنمي 2600 ولا واصل دابا. تيطيح عليك بزاف 2600. الله يصوبها من عنده وصافي هذا ما كاين. الله يصوبها.